خرج رجل الأعمال التركي إسماعيل أوزدمير والد الشيف التركي الشهير بورك عن صمته ليرد على الاتهامات التي وجه إليه ابنه بالتسبب في خسارته أمواله ومطاعمه وبيعها لمستثمرين أجانب. قال أوزدمير: لا علاقة لي بالقصة، لم أقم بالاحتيال على ابني وبيع اسمه كما ادعى، ولم أرد على ادعاءات سابقة بكونه مالك مطعم المدينة، وفي حقيقة الأمر أنا المالك الحقيقي، وأنا من اشترى له منزلين وساهم في تكوين ثروته. ورث بوراك جينات والدته المعادية لي، عليه أن يدرك جيدا من يحبه ويحب أن يفرق بينه وبين أكثر الأشخاص المحبين له على وجه الأرض.